الله على المشموم اللي زارعينه حوالين الجلسات الخارجية. الجلسات حلوة وكذا خارجية مع الأجواء الحين مغيمة كذا، خلوا غداكم اليوم هني أو عشاكم، صراحة تجنن الجلسات. شوفوا ساعة المكان، شوفوها شوفوها كيف براحة براحة، فرع تاروت ما شاء الله تبارك. طبعا هني في اللفة في بعد، تعالوا معايا شوفوا تبارك الرحمن كيف جميل فرع تاروت، جميل مرة. المشروبات اللي تتقدم عندنا الجح، وعندنا طبعا هذا المخفوق بطريقتهم اللبن العيران، وعندنا الليمون بالنعناع والبيبس اللي سرسح والسفنة. طبعا ما يحلى الرز المشغول اللي بالدهنة يا جماعة. الله 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 الله، هذه الطريقة كذا. أيبا عليكم بالعافية متابعين. ما يحلى السمك والمأكولات البحرية اللي بالدهنة، الدهنة هذه اللي تتذوب هالشكل تنحط على العيش، يا سلام يا سلام. ولا تنسون تتقدم الدقوس مع كل وجبة بالمية، لو حابين انكم تتلذذون بهالمأكولات كلها 10% فقط يوم الاثنين. عندنا هذه العروسة تجي مشوية في الفرن، وعندنا هذه الشعري تجي مقلي، وعندنا هذا الروبيان المشوي والرز المشغول، وعندنا البرياني الروبيان والصافي المقلي وكبسة الدجاج، وعندنا الشوربات بأنواعها، هذه عدس طبعا، وعندنا المقبلات بأنواعها وسلطة الجرجير والفتوش والخبز العربي اللي. الله، عرفت اللي راحوا إيران بيفهمون إيش معنات هذا اللبن، لذيذ يا جماعة، خلطة مميزة صحيح يجنن. طبعا الأكل اليوم ما يبغى لا ملاحق ولا خرابيط، ما في أتكيت اليوم يا جماعة. استنوا استنوا استنوا، لا 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 لا، أيابا ليمون هالشكل. الله الله، ما يحلى السمك بهالليمون الزين. الله، أيابا أيابا، شغل عدل والله. بعد أحلى غدا سمك أكلناه، الحين راح ناخذ الحلى مع القهوة والشاي في الجلسات الخارجية الجميلة. الحين نذوق العصيدة، طبعا العصيدة أنا من عشاقها في الشتاء. الله الله الله، تخيلوها مع الزعفران وما هي حامية ومع أحلى قهوة عربي، الله على هالأجواء. خلونا الحين نشوف الساقو، شوفوا ما شاء الله، تحسون مخيط كده عدل، شوفوا ما شاء الله ساخن، طعم الهيل والزعفران.